طيب، صباح الخير يا جماعة. استكمالا لموضوع الـ Intermediate Machine Learning، بدينا في البداية كيف نتعامل مع الـ Missing Value، وحكينا إنه الـ Missing Value لا مفر منها. هيك طبيعة الـ Real World، إنه أنا في عندي شغلات إنه Incomplete in miss يعني Missing، فبالتالي بدي أشوف كيف بدي أتعامل مع الـ Missing Value. أخذنا ثلاث طرق للتعامل مع الـ Missing Value، والـ concept الأساسي إنه إحنا نشوف في كل طريقة كيف نحسب الـ Mean Absolute Error عشان نحدد أي طريقة بتكون أنسب من الثانية. بعد هيك انتقلنا للـ Categorical Variables، وحكينا إنه أغلب، مش كل، خلي بالك، أغلب الـ Machine Learning Algorithms بتحب إنه هي تتعامل مع أرقام مش كاتيجوري. فبالتالي كيف بدنا نتعامل مع الكاتيجوري فاريبلز؟ بدنا نعملها انكودينج، واخذنا نوعين من الانكودينج اللي هو الليبل انكودينج والوان هوت انكودينج. يسلم عليك. الوان هوت انكودينج والليبل انكودينج، وصنفنا باختصار انواع الفاريبلز انا عندي لنوعين. ايش هما؟ النومينال والاوردينال. الاوردينال بتكون في بيناتها ترتيب معين، والنومينال بيكون في شيء علاقه بيناتهم بالمره. يعني مثال على النومينال كان الالوان في شيء علاقه، في يعني في شيء ترتيب بيناتهم بالمره، ترتيب ملوش معنى. ولكن المثال على الاوردينال انه قديش انه انت مثلا بتاخذ البريكفاست او الفطور في الصبح، انه بيتدرج انه never او يعني انه rarely او انه almost every day او كل يوم. ونفس الفكرة بالضبط، بدنا نشوف mean absolute error ونحدد اي طريقة افضل في التعامل مع الكاتيجوري variable. تمام؟ طبعا هدول في الحالتين المبدأ الأساس أنا عندي إنه أنا بيكون في عندي هيلبر فانكشن أو يوتيليتي فانكشن أنت بتناديها بدل ما أنت تقعد تكتب الكود أكثر من مرة تكرره، لا بتعرفه في الدالة وبتناديه كل مرة، بحسب لك المين أبسوليوت إيرور. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في البايبلاينز. البايبلاين إنه هو عبارة عن طريقة بسيطة بحيث إنه أنا أعمل pre-processing وmodeling للبيانات مع بعض بطريقة مرتبة. يعني إحنا أول ما بدينا نتعلم على السايكت، إيش أخذنا؟ أخذنا أول حاجة modeling، شفنا نتائج. بعد هيك دخلنا في الموضوع pre-processing. pre-processing بدخل فيه إيش؟ شغلتين، missing value والكاتيجوريكال فاريبلز. تمام؟ الآن احنا بدنا نرتب هدول الشغلتين مع بعض، نعمل موديلنج وبري بروسيسنج في بايبلاين. فبالتالي البايبلاين بيساعدني انه انا ارتب الستبس تبعتي بطريقه مرتبه وبطريقه سهله جدا. تمام؟ ايش الفوائد تبعته؟ طبعا الكود تبعي بيكون كلينر، بيكون مرتب بطريقة أكثر، بجز أقل، طبعا سهل جدا أن أعمل له برودكشن، أنه أنا يعني أنه أنا أستخدمه وأعمل له ديبلوي لما يكون في أنا عندي بايبلاين، سواء كان في الترين أو في التست. في الترين خلص مجرد أنه أنت بتعرف البايبلاين بتدخل الداتا ست عليه، وفي التست نفس الفكرة، تدخل الداتا ست على البايبلاين اللي أنت أوريدي عرفته، فبالتالي أنه بيكون سهل ان انا اتعامل معه. طيب، كذلك بيعطيني خيارات اكثر في الموديل فاليديشن، واللي هو الكروس فاليديشن اللي احنا حنحكي عنه الموضوع الجاي بعد ما نخلص هذا الموضوع. ناخذ مثال. المثال انا عندي انه انا في عندي الداتا سيت اللي هو المالبورينج هاوسينج داتا سيت،
زي ما احنا شايفين. والتقسيمة تبعتنا المعروفة الاكس ترين اكس فاليد واي ترين واي فاليد، وهي السيت اب تبعها هاي الكود امبورت للباندا موديل سيلكشن ترين تيست سبليت. بدنا نعمل سبليت، اخذنا الواي اللي هو البرايس، وبدنا نعمل دروب لهذا الكولوم من الداتا سيت. هنا اكسس بتساوي واحد، هذا الكولوم من الداتا سيت، وبدنا نخليه الاكس لانه البرايس المفروض ما يكونش في التريننج داتا، المفروض يكون المفروض ما يكونش في التارجت، المفروض ما يكونش في الـ في الـ في الفيتشرز، يكون هو في التارجت بالضبط. فبالتالي هنا الانبوت وهذا الاوتبوت، فعشان هيك لازم اني انا اشيله. هاي الخطوه مهمه، ممكن انه انتم او احنا نقع فيها انه كخطا انه انا انسى هاي الخطوه، فبطلع زي كانه انا بعمل شيتنج انه انا بغش، يعني انه بقول له انه عمل بريدكشن للاوتبوت وهي الاوتبوت معطي لك اياه من ضمن الانبوت. بنفعش بالضبط. هنا نادينا الترين تيست سبليت وادينا له 80% للترين و 20% للتيست، طبعا راندوم ستيت هنا. وهنا حددنا مين هم الكاتيجوري اتريبيوت، كيف بنحددها؟ انه حكينا انه للداتا سيت هذه تحديدا انه عدد اليونيك فاليو تكون اقل من 10، بالاضافه انه التايب تبع الاتريبيوت يكون اوبجكت. تمام معايا يا جماعه؟ وهنا حددنا النيوميريكال اوبجكت، كيف بنحددها؟ بنلف على كل عمود وبنشوف التايب تبعه، يا اما بيكون انتجر او فلوت. حكيت لا هذا اكبر شيء 64 نعم في 32 وفي فلوت 32. اذا ما بدي اياها في الفاكتوريا ما يطلعليش الريل تايم يور تكون كبيره، بحط بالضبط. ايوه بالضبط نعم، هذا لو بشكل امبليسيت انه انا بدي اعرف بالضبط. وهنا بدنا نحدد ايش هم الاتريبيوت اللي احنا بدنا نختارهم. يبقى احنا اخترنا كاتيجوري واخترنا النيوميريكال، تمام، وهم بس اللي اخترناهم، غير هيك احنا ما اخترناهوش. فبالتالي انه الماي كولوم هو عباره عن كاتيجوريكال كولوم بالاضافه للنيوميريك كولوم، فبالتالي هذا عباره عن كونكاتينيشن. وهذا الاشي حنشوفه في الاكسرسايزز اللي حاطي لكم اياهم في الباندا التشيت شيت تبعها. ايوه يعني ببساطة عشان في اتريبيوت مشترك اللي هو الاكس واحد، ولكن هنا مش موجودة في التشيت شيت. ده كومباين للداتا. اوكي يعني لو كان في عندي داتا سيت على سبيل المثال كان فيها A و B، وداتا سيت تانية فيها كان
سي ودي، لما اعملهم بلس مع بعض بصير انا عندي داتا سيت اي بي سي دي بهذا الشكل. تمام، لقيت هنا هذا بشكل امبليسيت انه بس مجرد انه اعملهم بلس، لكن هنا بلاحظ انه كيف بصير انه بتعامل لما يكون في عندي اتريبيوت مشترك، هنا اكس واحد وهنا اكس واحد، كيف ايش الخيارات انه هو يضيفه هنا كشغلة ثالثة ولا يضيفه من تحت ولا ايش يسوي بالضبط، يعني هذه الاشياء احنا حناخدها يعني بالضبط بالضبط. لكن اتريبيوتس مختلفة، مجرد انه نعملها بلس كونكات فبصير انه بدمجها كلها في داتا سيت واحدة. هذه وهاي لا عدد الروز نفس العدد، لا عدد الروز نفس العدد، نعم لازم يكون نفس عدد الروز بالضبط، نفس قوانين الرياضيات بس انه قد ما يكون مش نعم وطبعا كالعاده ايش بنروح بنسوي؟ بنروح نختار من الفول تريننج داتا سيت، بنحدد هدول الكولمز اللي اخترناهم وبناخذ منهم كوبي، يعني بدي اخلي الاوريجينال زي ما هو. طيب هذا اكس ترين واكس فاليد، تمام. بدنا نشوف الهيد ايش في، طلع عندي اتريبيوت اللي هو التايب والميثود والريجن والرومز والديستانس والبوستال كود الى اخره. طبعا هدول اول ثلاثه واضح انه هم نومينال والباقي عباره عن نيوميريك. نعم، اول حاجه بدنا نحدد البري بروسيسنج ستيب. لاحظ انا ايش في، انا عندي امبورت جديد from sqlern pipeline import pipeline. خلي بالك هذا الباكج اسم الباكج انه بايبلاين البي سمول، وهنا اسم الكلاس دائما عاده اسم الكلاس بيبدا بكابيتال بايبلاين، يبقى من هاي الباكج في كلاس اسمه بايبلاين بيبدا بكابيتال نعمل له امبورت. هنا عندي كولوم ترانسفورمر سمبل امبيوتر عملنا يعني عملنا له امبورت سابقا، الون هوت انكودر عملنا له انكو امبورت سابقا. طيب الان بدنا نعمل بري بروسيسنج للنيوميريك داتا. ايش البري بروسيسنج للنيوميريك داتا؟ كيف بنسوي؟ ايش هو الامبيوتيشن؟ امبيوتيشن استبدال للميسنج بالضبط. نعم، عشان نشوف هذا ايش عمل خليني افتح الدوكيومنتيشن تبع الاسكي ليرن واورجيكم انه الكونستانت ايش بتعني. يبقى الاستراتيجي انه باي ديفولت انه هو بيستبدل المين، ولكن هاي الاستراتيجي يبقى الديفولت هو المين بالضبط، وهنا الاستراتيجي اللي هو حاططها ايش هي كانت كونستانت. في الكونستانت ايش بتعني؟ هي اف كونستانت ريبليس ميسنج ويذ فيل فاليو. تمام، بالضبط انه القيمة الاكثر تكرارا، وهنا الميديان الوسيط والمين المتوسط. تمام، يبقى هنا fill value انه راح يعمل replace لل missing value باستخدام يا اما string او numeric data، بحددها ايش هي. ايش يعني يعمل fill value؟ كيف في الفاليو انه هو بروح بيعبيها في فاليو انت بتحددها انه كونستانت كل الفاضل وحده وكله بالضبط نفس القيمه. نعم، طيب هذا بالنسبه للنيوميريكال. اما بالنسبه للكاتيجوري شو عرفنا؟ ما دام انا عندي خطوتين
رحت عرفتهم ببايبلاين. ريح راسي. هاجيت هذا للترانسفورميشن للنيوميريك خطوة واحدة خلص بلزمش انه انا اعمل له بايبلاين، لكن هنا خطوتين. فانا ايش عملت؟ كاتيجوريكال ترانسفورمر، فتح عملت اوبجكت من البايبلاين، وهنا بحدد له الستيبس، بحب بمرر له اياها as a list، يبقى ستيب 1 كوما ستيب 2 كوما ستيب 3 وهكذا. تمام. فبالتالي هذا الفورمات العام تبعه انه بهذا الشكل عشان انه تكون الامور واضحه بالنسبه لكم. انه يعني البايب لاين عشان احط فيه اكثر من خطوه بالضبط. ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. طبعا ستيب 1 بدي اعرفها انه هي بدها تكون كومبوزيت، فافضل حاجه انه انا اعرفها تكون تابل بهذا الشكل. وهنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء. ايش الستيب 1 هنا حطه؟ اعرف امبيوتر. تمام. بس ايش عرف الاستراتيجي؟ موست فريكوينت. بالضبط، مش المود او المين. تمام. وهنا عرف ستيب ثانيه اسمها وان هوت، وان هوت انكودر، وحط الاستراتيجي او ال 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 الباراميتر هاندل انون اجنور. شفنا كيف انه هو بروح بخليها انه بحطها 000 بحطها اصفار. طيب نيجي الان ل الكولوم ترانسفورمر. ايش رحت عملت؟ عملت اجريجيت، جمعت هاي مع هاي في بايب لاين جديد او في ترانسفورمر. فهنا بري بروسيسور كولوم ترانسفورمر. ترانسفورمرز عرفت الترانسفورمر الاول، هاي نيوميريكال ترانسفورمر عرفته، بالاضافه للون هوت انكودر عفوا هنا عرفت النيوميريكال ترانسفورمر اللي انا كنت معرفه هيو هنا فوق. تمام. بالاضافه للكاتيجوري، وهنا اللي هو عباره عن اسم البايبلاين. نعم. اي كولومز وينها؟ هاي هذه النيوميريكال كولوم وهذه الكاتيجوريكال كولوم. عرف فوق هنا. هاي هنا لفينا عليهم في لوب، وهنا لفينا عليهم في لوب. وهنا عشان تفهموا الفورمات أكثر، هنا مش جمعهم مع بعض، ليش ما خدناش كيف جمعهم؟ ليش ما خدناش ايش؟ هم عملهم كونكاتينيشن صحيح. ما حطهمش مرة واحدة هم الترانسفورمرز. أنا بعرف اللي يقول بالضبط، لانه بنفعش يطبق البري بروسيسنج على الكاتيجوري، على الكاتيجوري الفاريبل نفس النيوميريك. بس نعم نعم. هجيت هذه الفورمات العامه بدي ارجع اكرر لكم اياها زي هيك فافصلها. فهي حتكون عباره عن تابل. التابل هذا انه بيكون از سترينج اللي هو الستيب نيم، وهنا تعريف الستيب ايش هو، عبارة عن object. بالضبط. وهذا نفس الفكرة هنا step name و object وهكذا. هذا name أنا بحطه من عندي، فهنا حط num وهنا حط cat. num جاية من numerical وهنا من categorical. تمام. فهنا حط اسمها وهنا اوبجكت، وعلى مين بده يطبقها. تمام. فخليني اضيف هنا التارجت، وهنا نفس الفكره. هيك اوضح بصير لما نعرف البايبلاين. هذا الستيب الاولى عباره عن ستيب وحده، هيها مش معموره كبايب لاين، هيها مجرد انه نيوميريكال ترانسفورمر سمبل امبيوتر. اما الثانيه هاي عباره، هي في حد ذاتها عباره عن بايب لاين. هاي شايفينها هاي.
هي عبارة عن pipeline. فبالتالي كأنه حط pipeline جوا pipeline عمل aggregation. يبقى في الخطوة هذه في أنا عندي زي كأنه حكى أنه في عندي خطوات فرعية برتب الكود أنا عندي بشكل أفضل. الخطوة الجديدة إيش نسوي؟ بدنا نعرف الموديل. الموديل خلينا نشتغل على الراندوم فورست. هنا عرف النمبر اوف استيميتور، شفنا هذا الباراميتر ايش بيعني، تمام. وهنا بدنا نعمل الايفالويت، بدنا نعمل بايبلاين. الخطوه الثالثه ايش الخطوه هذه؟ انه انا بدي اعمل بريدكت. فايش بروح بعرف؟ ماي بايبلاين بتساوي بايبلاين ايش الستيب؟ بري بروسيسنج، بري بروسيسور، والموديل الموديل. بالضبط هاي الستيب الاولى، اعمل البري بروسيس وبعديها طبق الموديل. الموديل وينه؟ هاي راندوم فورست عرفناه. والبري بروسيسور اللي هو عباره عن البايب لاين اللي فيه خطوة، بالضبط جواته بايب لاين في خطوتين للبري بروسيسنج. بالضبط. تمام، هاي عرفنا البايبلاين الأساسي تبعي اللي فيه كل الخطوات. يبقى هذا كم خطوة فيه عشان أشوفكم متابعين معايا ولا لا؟ تنتين والتانية فيها خطوتين. طب أنت مظبوط متابع معانا، بس تحديدا البري بروسيسور عبارة عن خطوتين والخطوة الثانية فيها خطوتين. نعم. بعديها شوف البايب لاين تقدر تطبق عليه نفس الاوبريشنز الموجودة على الموديل. ما دام انت في عندك موديل جوا تقدر تكتب ماي بايب لاين. سابقا احنا ايش كنا نسوي؟ الموديل دوت فيت. اما الان صرنا بايب لاين دوت فيت. ليش؟ لانه انا في عندي موديل جوا. لو ما فيش موديل جوا تقدرش، ينفعش. طلع لك ايرور. الراندوم فورست عرفناها فوق. بالضبط. نعم. فبالتالي هذا الاشي لما تقول له فيت ايش تطبق على التريننج. وهنا البايبلاين دوت بريدكت على الفاليديشن على التست داتا. معنى ذلك انه نفس الستبس تم تطبيقها على التست داتا. هاي الاريحيه انا عندي في الموضوع. نحسب السكور اللي هو المين ابسوليوت ايرور. ايش بنعطي له؟ الفاليد والبريدكشن. طلعنا عندي 160. صحيح. اقل لما انا حددت ستيبس خاصه بالكاتيجوري وستيبس خاصه بالنومينال ودمجتهم مع بعض في بايب لاين ورتبت الموضوع طلع انا عندي اقل. بالضبط. هذا اكسرسايز، تمام، انه بطلب مني انه انا اعرف ادفانسد بري بروسيسنج تكنيكس عشان انه احسن البريدكشن. تمام. ف جاي اترك لكم اياه انه انتم تحلوه. وخلينا ننتقل على لانه احنا بدنا ناخذ اكسرسايز بيجمع هدول الشغلات كلها بنحله مع بعض. خلينا نكسب وقت. خلينا ننتقل لموضوع الكروس فاليديشن. واضح مفهوم البايب لاين؟ بالمناسبة اللي بيشتغل على داتا ست تانية انه برضو بتحتاج بري بروسيسنج. طبيعة الحال الايمجز بتحتاج بري بروسيسنج، وكذلك التكست للمهتم بالتكست. فتعريف البايب لاين بيريحني بشكل كبير. يعني انا بشتغل على التكست اكثر فبعرف بايب لاين. فعمليات التحويل تيرم فريكوانسي انفرس ديكمنت فريكوانسي والشغلات هذه كلها بحطها في بايب لاين برتاح. بالضبط. تمام. كيف انه هو حاجه بتستخدمها انه يعمل عليها التريننج البريدكشن والبتاع. كيف معناه انه ايش هي عباره عن لانه ما فيش مساحه. بالضبط.
هاجيت بخصوص الايمجز حنشتغل عليها بشكل اكثر لما نصل للديب ليرنينج ان شاء الله. نعم. فلما نوصل تنسر فلو فبنبدا ان يعني نشتغل مع الداتا سيتس اكثر انه هو يتعرف عليها وزي ما شفنا مثلا موضوع الايمج كابشنينج او يتعرف على ايش الاوبجكت اللي موجود في الصوره هذه انه شو طبيعه الاوبجكت، هل هي قزازه، هل هي ساندويش، هل هي ايش بالضبط. صحيح، بس بدنا نشوف كيف. لا بدنا نشوف اول في الديب انه انا بدي اعرف النتورك اول نشوف كيف بالضبط. بدنا نشوف كيف بدنا نبني نتورك بالتنسر فلو، النتورك هذه تكون ديب، كيف اعملها فيدنج للديتا واعمل بري بروسيسنج لانه ممكن تجيني صور بمقاسات مختلفه بدي اعملها سكيلينج. ومثلا انه في بعض التكنيكس انه بيكون مناسب ان انا احولها لجري سكيل بدل ما ادخلها كبكسل ار جي بي ملونه، فبحولها لجري سكيل انه بحسن انه طريقه انه التعامل مع الصور هذه. طب مثلا في موديل بتعرف عن 5000 اوبجكت، يعني ممكن انا اخليه يتعامل اكثر، يعني اعدل عليه ولا اختار عن موديل ثاني بتعرف على الاوبجكت الثاني استخدم الاثنين في حاجه. الإشي اللي انت بتحكيه هذا بسموه تونينج. ايش هو التونينج؟ انه انا باخذ موديل جاهز انه بكون متعرف على شغلات معينه بدي اخصصه لشغله معينه، فبعمل له فيدينج لديتا من هذا الدومين. يعني هو بتعرف على اشياء كثيره، بس اشياء مثلا في الميكروبيولوجي او في الاحياء او في مثلا الاشياء المكتبيه، مثلا الاثاث المكتبي بتعرفش عليه كويس، فبعطي له صور اضافيه فبصير انه هو بالضبط. وهذا الاشي كذلك موجود في الماشين ترانسليشن. ماشين ترانسليشن في موديل جاهزه للتعرف على الكونفرزيشن العامه بالضبط. لو انا مثلا بدي ماشين ترانسليشن استخدمه في مجال الرياضه الموجود عام، فبروح باخده وبعمل له تونينج، بعطي له داتا تريننج داتا في مجال سبيسيفيك رياضه، بدل ما ابنيه من الصفر باخذ العام وبعمل له تونينج، هيك افضل. يعني ايش كنت تسال يا استاذ؟ صحيح على الكاجل، بس على الكولاب اكثر لانه بدنا ناخذ اخر فيرجن. كيف مدعوم؟ كيف الكولاب؟ ايش الشغلات اللي مش فري فيه؟ في الكاجل حتى السيشن الموجوده في الكاجل محدوده، بدي لك 6 ساعات او 8 ساعات صارت انه حاليا. وهذا الاشي ممكن هاي نراجعه من هنا نتاكد فيه من هنا، هاي الكيرنل هاي حورجيكم اياها، هاي موثقه عندهم على السايت. documentation. كيف؟ جوجل ما بتحاسبه في الوقت الزمني، لا حسب كل request بالضبط. على غاية حد معين بيكون انت for free، اكتر من هيك بتصير انه لا بدك تعمل enable للبيلينج ودخل كريدت كارت تبعتك ويصير يسحب لوحده، يعني ما يسألكش. هذا كلام موثق هنا تحت في الأسفل في الspecification. كانت 6 ساعات مددوها ل 9، تمام. بيدي لك 5 جيجا بايت من الديسك
طبعا يعني اقل داتا سيت انت ممكن تشتغل عليها ممكن تكون 1 جيجا 2 جيجا، فبالتالي 5 جيجا انه يعني انه مناسبه ان انت تشتغل على مشاريع اكثر من هيك. اذا انت بدك تشتغل على مشاريع اكبر مع ذلك انه انت بتشتغل لشركات اكبر، والشركات الاكبر هذه عندها استعداد انه هي تدفع يعني، فبيكون في شيء عندها مشكله في الاستورج. وبعطي لك كذلك 16 جيجا من التمبري ستوريج، هذه بتحفظها بشكل يعني انه بتعمل سيف، بتقدر تعمل سيف للديسك، هذه بشكل انه تمبروري، معنى ذلك انه في وقت الاكسكيوشن لو انت احتجت انه انت تفرط بيانات او انه انت تعمل انفليشن لبيانات معينه ممكن توصل لغايه 16 جيجا، بس بعد ما يخلص السيشن هذه بتم مسحها كلها بالكامل. فبالتالي هنا بس 8 ساعات هنا ساعات ولا بنسال صحيح، بس مع الجي بي يو بيكون بتقدر يعني انه انت عندك المشاريع المتوسطه كم انت عندك ممكن تاخذ في التريننج، هاجيت مع الجي بي يو صار الموضوع بوصل للدقائق مش سي بي يو، هذا احنا بنحكي جي بي يو تمام. فالسي بي يو سبيسيفيكيشن بدي لك فور سي بي يو كورز تمام و16 جيجا رام، اما الجي بي يو بدي لك 2 سي بي يو كورس في الجي بي يو يونت تمام، و13 جيجا رام اضافيه في الـ في الـ في للجي بي يو. نعم. اما في الكولاب مش حاطط لك المواصفات هذه، مش مكتوبه، انا ما شفتهاش مكتوبه في مكان معين، بس ممكن تحط كود معين بتشغله على النوت بوك تبع الجيبيتر بروح بيجيب لك ايش الانستانس اللي انت شغال عليه، قديش فيها رام، قديش سي بي يو، قديش كل هاي الشغلات. بتوضح ايش؟ هاي كولاب اول مره فتحت ولا أنا هنا على هذا البراوزر ما كنتش داخل قبل هيك أعتقد. في مش عارف في بطء في الانترنت. هو يبدو أنا كنت عامل ساين إن في البداية هنا، بس يفترض أنه يكون في مكان ما أنه موجودة هاي الشغلة. هم اشتغلوا الأمام في الماضي هنا على الكولاب، شو اشتغلوا دي بتاني إيمش أظن اشتغلوا عادي اوكي مش مشكلة بنطلعها وقت البريك. خلينا نرجع لموضوع الكروس فاليديشن. طيب بعد ما خلصنا موضوع البايب لاين حلو الاكسرسايز عليه، بدنا ندخل في موضوع الكروس فاليديشن. ايش قصة الكروس فاليديشن؟ احنا تعودنا كروس فاليديشن، احنا كنا نعمل فاليديشن نقسم البيانات لترين وتست، وعادة نقول 80 20 او 75 25 تمام. الان بدنا نعمل كروس فاليديشن، يعني فاليديشن بطريقه مختلفه تمام. ايش الفكره الاساسيه تبعتها؟ هي عباره عن iterative process تمام. هذا
اكثر من بالضبط كلها بتخش بالضبط طريقه لوب زي لوب. طب مش هي بالراند اوف بريس بتعمل اكثر من موديل اكثر من 3 يعني بس بعملها في ال في ال في انه كمودل. لكن هنا انه انت الفاليديشن هنا انه انت بدك خليني انا اوضح لك اياه عشان تعرف الفرق. يعني بشكل مبسط انت ايش بتروح بتسوي؟ هاي الداتا ست تبعتك بتروح بتقسمها لكذا فولد. في الحاله هذا حسب المثال انا عندي 5 فولدز لخمس اجزاء متساويه. تمام؟ ما دام انت خمس اجزاء معنى ذلك حتعمل خمس تجارب. في التجربة الأولى بتاخذ البارت الأول فاليديشن والبقية تريننج. فبالتالي هذا اللون فاليديشن وهذا اللون ترين. كالتجربة ايش؟ صحيح. فهي الموديل الأول بيكون مبني على هدول البارتس اللي هو 2 و3 و4 و5 ومعمول له تيست على وين؟ على 1. الموديل الثاني أو التجربة الثانية بيكون معمول له تريننج على وين؟ على 1 3 4 5 ومعمول له تيست على وين؟ على 2. هيك كل الداتا بتخش بالتيست وكلها بتخش بالضبط وهكذا. فبالتالي انا بطلع انا عندي 5 مودلز فبالتالي بروح بعمل لهم افريجنج. طب ليش احنا بنسوي زي هيك؟ احنا كتكنيك فهمنا انه كيف بيشتغل وانه هذا فاليديشن. خلي بالك انه انت ما تخربطش بينه وبين الافريجنج اللي انت بتعمله في الراندوم فورست. الراندوم فورست انه هو بيعمل لك اكثر من شجره وفي البريدكشن بروح بعمل افريجنج لكل شجره عشان يطلع لك الديسيجن النهائي او التارجت النهائي. لكن هنا انا بحكي في خطوه التست. في خطوه التست انه احنا بنعمل تيست 5 تايمز او 5 فولدز حسب تقسيمه البيانات تبعتي والنتيجه تبعت التست هي اللي بيعملها افريج. يبقى المين ابسوليوت ايرور هو اللي بيعمل له افريج مش التارجت مش الكلاس مش الليبل تبعه. يعني هي منطقيه اكثر. نعم احنا فهمنا كيف بيشتغل تمام بس ليش احنا بنسوي زي هيك؟ طب ايه كثير مميزات هيك او ما خلينا نقول متى ليش ومتى بستخدمه. طيب لقيت في بعض الاحيان انه على سبيل المثال انت في عندك كان 5000 ورحت اخذت 20% منها اللي هي 1000 هذا التست مع انه انت عامل سبليت بشكل راندوم ولكن هذا بيترك الباب انه يكون في عندك راندوم تشانس انه يكون ال1000 اللي انت عملت يعني عملت عليهم تيست تمام انه النتائج تبعتها مضلله لدرجه انه لو انت اخذت 1000 ثانيه بيطلع الموديل انت عندك ان اكوريت. يعني الفكره في الموضوع انه احنا تعودنا انه 80 و20. افترض انه حظك كان يعني شيء حلو كتير انه ال 20% هذه اللي انت عملت عليها تيست ادتك نسبه كويسه ولكن في الواقع الشغله اللي انت ما عملتهاش بس لو عملتها ايش راح يطلع معك؟ اخذت لو انه انت اخذت 1000 ثانيه وعملت عليها تيست حتطلع عندك نتائج غير دقيقه بالمره. السبب في ذلك انه انت كنت محظوظ جدا في اختيار هدول. صحيح عشوائي راندوم ولكن انه باي تشانس يعني كان في عندك حظ بيفلق الصخر. والحظ يعني شيء كويس وشيء سلبي يعني. يعني طيب فبالتالي هنا كيف ممكن نتخلص من التشانس هاي انه الالف هدول انه لما يكون في عندي larger validation set. ايش يعني larger validation set؟ افترض انه ال 5000 هاي كداتا سيت صارت 10000 ال 20% منهم قديش؟ 2000. قديش للتشانس انه انت فعلا تكون محظوظ في اختيار ال 2000؟
انه انت تكون محظوظ في اختيار الألفين هدول انه يجيبوا لك نسبة مضللة هتكون اقل بكتير. فبالتالي كل ما كبرت الداتا سيت كل ما قلت التشانس هذه اللي احنا بنحكي عنها. لو كان عندك 20,000 من الداتا سيت بصير انت عندك التست دي 4000. متخيل انت تعمل تيست على 4000؟ معقول ال 4000 هدول اللي انت اخترتهم حيكون فيهم يعني انه انت محظوظ فيهم كلهم؟ مش هذه شغله مستحيله زي هيك. فبالتالي هنا كل ما كبرت انت عندك الداتا سيت اكثر من هيك ساعتها انه لا انت بتتخلص من التشانس هاي. لو انا بدي اطبق مفهوم الكروس فاليديشن على ال 10000 او ال 20000 لا هذا مكلف جدا. فبالتالي هنا ممكن نكتفي بالترين والتست سبليت. ليش؟ لانه التشانس انه يكون في هنا عندي بايس على التست بارت حيصير انه ضئيل جدا جدا، لانه انا بعمل تيست على 4000 اكزامبل. تمام؟ هذه اول حاله. اللغه العربيه تنفذ برضه المادتين الجاي الفاضل اللي بنعطيه مثلا فوربس تطلع مثلا دقه 90% بعدين غير فوربس وتطلع نفس البروسيس. حاجات الحاله الثانيه اللي انا بحبذ ان انا استخدم فيها الكروس فاليديشن اللي هو انه لما تكون انا عندي الداتا سيت انه تكون سمول. سمول صغيره بالضبط. فهجيت هنا في السمول انت عملت على تيست يعني انه انت افترض انه الداتا سيت كلها على بعضها 1000 اخذت 20% قديش؟ 200. والله انت بتيجي تنزل موديل عندك في البرودكشن تنزله الخدمه يعني على والله عملت 200 تيست على 200 اكزامبل. هل انت عندك الجرأة انه انت تسوي شغله زي هيك؟ بتخاف صح؟ بلوش فيها ما بلوش فيها. انا بحكي انه انت افترضي انه انت في يعني شغاله في شركه تمام؟ وانت عندك للاسف انه الداتا سيت هاي او الشركه هاي انه الداتا سيت فيها محدوده، لسه مش مجمع داتا سيت كثير، كل اللي جمعوه كله على بعضه يعني عملوا جهود جباره جمعوا 1000 بس. لو انت قسمت 80 و 20 حيطلع انا معي 200. هل عندك الجرأه انه انت الموديل اللي انت طلعتيه تقولي انه انا عملت تيست على 200 وتنزلي الخدمه؟ لا، مجازفه كبيره. هاي الفكره في الموضوع. فايش الحل؟ بنروح باتجاه الكروس فاليديشن. بالضبط. بس في الشغله في المئات، فبالتالي نقدرش نبني عليه. فبالتالي ايش الحل؟ الحل ان احنا نعمل تيست على كل الداتا سيت. طب كيف نعمل تيست على كل الداتا سيت؟ لا، لازم انه اعمل كروس. ايش يعني كروس؟ اعمل اكثر من تجربه. في هذه التجربه بيكون تيست على هذا الجزء، هذه تجربه تيست على هاي الجزء بارت ثاني مختلف. فبالتالي انت عمليا عملت اختبار على كل اجزاء الداتا سيت. واضح ايش اهميه الكروس فاليديشن؟ مهم جدا، يعني خاصه انه الشركات انه لسه بتكون انه في بداياتها، انه بيقول لك لو سمحت طيب انا بدي اشوف الموضوع مجدي ولا مش مجدي، اعمل لي هيك ديمو صغيره تمام، انه اشوف انه يعني انه الموضوع مجدي، انه انا اجمع بيانات ونبني موديل وشغلات زي هيك. فبالتالي انه بعطي لك بيانات صغيره، فبالتالي افضل خيار انه تعمل كروس فاليديشن. طب هو دكتور، بس التقييم من الداتا سيت كبيره او صغيره، الها يعني ستاندرد وايش بيحكوا عنها صغيره وايش في. انا عندي السيجنيفيكانس تيست. ايش السيجنيفيكانس تيست؟ يعني على سبيل المثال انه انا عندي يعني 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 ملخص الكلام انه حسب ما انا قرات وفهمت، لانه الموضوع هذا كثير بيعني لي، انه الداتا سيت انه فوق ال 10000 ساعتها انه بيبقى الفروقات بتبدا سيجنيفيكانت. يعني اقول لك كيف، يعني على سبيل المثال انه انا عملت موديل واحد، الموديل الواحد هذا جبت فيه 88.1،
عملت موديل اثنين، عملت بري بروسيسنج وغلبت حالي، رحت جبت 89 وثلاثة. قديش الفرق؟ أكثر من واحد وشوي. مش سيجنيفيكنت بالضبط. لو كانت الداتا ست 1000 يعني انت مغلب حالك وعامل انه انت يعني انت بتعمل بروف انه والله هذا الابروتش انه افضل وجبت بس اكزامبل واحد كان غلط جبته صح. لكن لما تكون الداتا ست 10000 وتقول انه لا كان في 200 بغلط فيهم هل جيت صار يجيبهم صح، لا بتفرق. فبالتالي انه حسب قراءتي انه الداتا ست significance test انه بيبدا انه هو يفرق انه large data set معنى ذلك انه تكون اكبر من 10000. هذا الاشي يعني انه احنا لما نشتغل البروجكت، يعني انا مش هسيبكم غير لما تشتغلوا بروجكت، يعني مش هعتقكم. بدك تشتغل على بروجكت بدك تختار داتا ست انه تكون بالالافات، يعني بديش اقول لك انه 10000، تختار 5 7000 6000 ممكن امشي لك اياها فوق 10000. بدك 30000 ماشي بيمشي الحال تمام. يبقى هنا بدنا نعمل تريد اوف. ايش يعني؟ انه في السمول داتا سيت لما يكون انا عندي الاكسترا كومبيوتيشن انه مش مهمه مش بيج ديل تمام، وفي نفس الوقت انه التست على سمول بارت انا بقدرش اعتمد عليه، ساعتها بروح باتجاه الكروس فاليديشن. اما في الداتا سيت الضخمه ولما تكون التست بارت او الفاليديشن بارت سفيشنت كافي فوق ال 3000 فوق ال 5000، لانه انت عندك اصلا 30000 ولما تيجي انت قسمت 20% اجالك التست بار 5000، ساعتها انه بنروح باتجاه انه انت تعمل حاجه اسمها الهولد اوت. الهولد اوت اللي هو نفس الاسلوب السابق اللي احنا كنا نشتغل عليه سابقا، انه انا باخذ 20% للتريننج. لا لا لا، الهولد اوت اللي هو انه احنا نعمل ترين تيست سبليت، باخذ 80% للترين و20% ال20% بنسميها فاليديشن وكذلك بسميها هولد اوت. ايش يعني هولد اوت؟ انه بيانات متروكه على جنب بتعمل عليها تيست، عمره شاف الموديل بالمره. والكلام اللي بحكيه هنا مهم جدا ان انت تستوعبه، لسه حنشوف في هذا الدرس الداتا ليكج انه بده يكون في بعض العلاقة بين الترين والتست. إذا كان في علاقة غير مباشرة بين الترين والتست معنى ذلك إنه الموديل بغش أو إنه أنت عملت موديل غشاش. بدك تفصل العلاقة نهائي عشان فعلاً إنه أنت تقول إنه والله هذا الموديل ممكن ننزله الخدمة، ممكن إنه نعتمد عليه ننزله في الشركة إنه هو يصنف الحالات بشكل تلقائي، أو ننزله في مستشفى إنه يتعرف على يعني شخص الأمراض بشكل تلقائي. فهنا بدنا نمنع اي علاقه بين الترين والتست. في بعض العلاقات الغير مباشره وظيفتي ان انا اكتشفها، حنشوفه في هذا الدرس ان شاء الله. طيب ناخذ هذا الكلام ككونسبت، خلصناه مفهوم واضح يا جماعه؟ على فكره اللي بيسال بدل انه هو فاهم. لا بالعكس، انا عندي اللي بيسال معقول كل شيء واضح 100% 100%؟ ايش هو 90؟ تمام. طيب نيجي للاكزامبل. هاي بورت للباندا، قرأنا الداتا سيت تمام وحددنا الكولومز اللي احنا بنشتغل عليهم. هنا حددناهم يدويا خلاص، انه حنشتغل على الروم والديستانس واللاند سايز والبيلدينج
area والبلت والير بلت. هذا راح يكون الx والy حددنا للبرايس. عملنا import للراندوم فورست للبايبلاين سمبل امبيوتر. عرفنا بايبلاين كم خطوة فيه؟ خطوتين. ايش الخطوة الاولى؟ ايش الخطوة الاولى؟ pre-process simple computer. ليش؟ طلع على هدول ايش النوع تبعهم؟ كله نيوميريك. واضح ليش؟ ليش هنا عملنا خطوة انه واحدة في البايبلاين؟ لانه انا عندي نوع واحد من الـ من الاتريبيوتس نيوميريك. فيش عندنا او فيش عندنا كاتيجوري. نعم. وهنا الخطوة الثانية الموديل راندوم فورست وحددنا النمبر اوف استيبيتور 50. تمام؟ طبعا مع الراندوم ستيت كيف؟ نعم صحيح. طيب فبعد ما عرفنا البايبلاين سميناه ماي بايبلاين. ايش بدنا نروح هنا؟ ASCII learn model selection import cross val score. شو؟ فبالتالي هنا cross val score. السكورز هذه بتفهم منها انه هي ايش بترجع لك؟ بترجع لك ليست. هي سكورز مجموعة أكم سكور؟ خمسة. سي في خمسة. أكم فولد أنا عندي هنا؟ خمسة. خمسة فولدز. يعني حيعمل خمس تجارب. تمام؟ إيش أعطيته؟ هنا استدعيت الكروس فال هاي الدالة. إيش أديته؟ البايبلاين اللي هي بري بروسيسور موديل. شايف كيف إنه البايبلاين إنه سهل عليا في الكروس فاليديشن؟ لو ما عرفتش البايب بالضبط، لو ما عرفتش البايبلاين في الكروس فاليديشن بدي اضطر اني اسوي الستبس هذه كلها يدوي. في البايبلاين خلص اديته البايبلاين وديته الاكس والواي. سي في بتساوي 5 وهنا السكورنج اللي هو النيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، عشان هيك راح ضربه بواحد. ليش كمان مره؟ لانه هنا السكورنج نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور. هنا انت ممكن تخلي مين ابسوليوت ايرور وتشيل الماينس واحد. او نيجاتيف. ليش بتقول نيجاتيف؟ ليش طلب النيجاتيف؟ ليش ما طلبش النيجاتيف؟ لانه هنا واحده من السكورينج ميثود. يعني انت عندك في السكورينج ميثود المين يبقى هاي الواي وهاي البريدكتد. تمام؟ هاي نوع الايرور الجديد، هاي نوع الايرور السابق اللي احنا اخذناه مين ابسوليوت ايرور. في عندك ايرور ثاني اللي هو سم سكويرد ايرور. حكيت هنا زي ما حكينا انه جابوا 1000 وهو او هو اصلا 1000 وهو جابوا 1200 وهنا 3400 وهنا جابوا 520 وهكذا. حكيت الابسوليوت هنا حكينا انه ابس هذا ناقص هذا وهذا بتطبق عليه نفس الشيء. وهنا انت بتجيب الافرج اللي هو المين. في عندك شغله ثانيه اللي هو sum squared error. ايش السم سكويرد ايرور؟ بتروح بتجيب الايرور هنا ايش بيساوي؟ هذا ناقص هذا وهنا بدنا نرفعه للقوة 2 فبالتالي بدنا نربعه. يعني بدك تجيب الفرق وبدنا نربعه. التربيع اللي هو باور وهنا 2
مش من رابع المهنة لأنه من اسمه تاني. أنا بجيب absolute error لأنه هنا أنا استخدمت الدالة apps absolute error، أما هذا squared error والتنين بنجيب بيناتهم المين يعني إنه بنجيب المتوسط بينا يعني إنه في الاثنين. طريقة تانية شايف إنه هذا الايرور قديش إنه هو صغير وهذا قديش إنه هو كبير. حتى متى بتستخدمه؟ بتستخدمه لما يكون أنت عندك الأرقام بالضبط، لأنه لما تيجي تربع رقم عشري بروح بقل. معايا؟ يعني هنا هي المفروض انه تطلع 0.9، هنا راح جابها 0.7 تمام؟ وهذا المين بدنا ننزله تحت، وهنا ناخذ حالة ثانية مثلا 0.3 والمفروض انه وهو جابه 0.1، فهذا شوف قديش مقدار الايرور، وهنا شوف قديش مقدار الايرور. فهكيت هذا لو انت اخذت الافريج وهنا هذا 0.4 هذا 0.08 اقل بيكون. فاعرف وين تستخدم. فعشان اللي بدي اوصل لك اياه الكونسبت من هذا الكلام اللي انا بحكي لك اياه كله، في عندك اكثر من ميجر للايرور، اكثر من مترك للايرور. هجيت في النيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، هو مجرد انه عمل واحد ماينس هذا الكلام، فبالتالي عشان هيك انه فبيطلع الايرور بالماينس، فا او عفوا هذا الكلام ماينس واحد فبيطلع الايرور بالماينس، فعشان هيك انه بضربه بالماينس واحد بس لا اكثر ولا اقل. بالضبط. يمكن تستخدم لما تكون طبيعه الايرور اكثر من الاصل. بدك تشوف ايش هي المتريكس كلها، فروح هنا ودور على اكتب متريكس، هاي بجيب لك اياه. في عندك جاكارد سكور، في عندك هامينج لوس، في عندك اف 1 سكور اللي هو الاف ميجور، في عندك هنا الاكيورسي سكور هذا بنستخدمه مع الليبل، في عندك 0 1 لوس. وينه هذا المين ابسوليوت ايرور في الريجريشن ماتريكس اللي هي مع الارقام يعني. ففي شغلات انه بتكون مناسبه لشغلات معينه، يعني هنا مالتيبل رانكينج ماتريكس انه هنا بستخدم كفرج ايرور ليبل رانكينج افريج بريسيجن سكور، فبالتالي هذا كله في 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 الكلاسيفيكيشن حسب نوع الليبل. هنا في الكلاسترينج في ماتريكس خاصه بالكلاستر تجميعات، فبالتالي اللي بدي اوصل لك اياه في اكثر من متريك للايرور، يفترض ان انا اختار الاشي المناسب. تمام؟ فهجد قديش طلعت معايا السكورز هيها كلها 301,303. لاحظ كلها انه بلس ماينس انه يعني اشي بسيط. هنا 287 كلها حوالين ال 300، 236 260 تمام؟ بتروح تاخذ المين تبعه، المين تبعه بيطلع حوالي 227,000 تمام؟ فهيك فعليا هو بورجي لك كيف تعمل مفهوم الكروس فاليديشن. فايش فكره الكروس فاليديشن؟ تكنيكالي انه ككود انه انت بتحمل البيانات، حملنا البيانات، حددنا الاتريبيوت اللي بدنا نشتغل عليها الاكس، حددنا الواي، عرفنا بايب لاين، في خطوتين، خطوة للبري بروسيس، خطوة للموديل.
تمام. بعد هيك عملنا import للcross val score، أدينا له البايبلاين والداتا سيت وكم فولد أنا بدي والسكورينج ميثود، هنا بترجع لي ليست. مطلوب مني إن أنا أجيب المين تبع الليست هاي. صحيح، هو هنا بيوضح ككود إنه يعني كيف إنه إحنا بننفذه يعني. فجيت هنا في الاكسرسايز بالضبط بالضبط حنش. وفي كمان انه هنا بدي اضيف انه مش بس المين في بعض الاحيان بناخذ الستاندرد ديفيشن، يعني بدي اشوف قديش انه كل بارت من الايرور قديش انه هو بيزيد او بيقل عن المتوسط. اذا الستاندرد ديفيشن صغير معناها انه كلهم حوالين المتوسط حوالين بعض، وهذا الاشي انه يعني آمن. اما اذا كان والله الستاندرد ديفيشن كبير معنى ذلك انه داتا سيت فيها فاريشن كبير متباينه. نعم. طب يعني اذا احنا بنحكي في اساسي للداتا سيت يعني نرجع اهم شيء نحسب الستيك، صح؟ مثلا استخدم كل نوع من انواع الموديل، ايش يعني كل نوع من انواع الموديل؟ يعني متطلب دائما في الرياضيات غير الماتريكس والجبر يركزوا على الاحصاء بشكل في اختيار ايش؟ كنت طلعت صادق للمواد اللي فيها مشين ليرنينج، يعني الارقام هذه اختيار، يعني كنت سمعت نسبه من الالجوريثم صحيح. يعني دائما بنرجع الرياضيات في صحيح، فاذا بدك تحكي حتى نرجع شويه يعني شغلات انه بيسكس، يعني مثلا في البيزيان الجوريثم او النايف بايس، انه probability انه هو بعمل بريدكشن للكلاس، هو فعليا بروح بعطي probability لكلاس، الكلاس الثاني بيكون يعني مثلا هو كيف صنف لي انه الكلاس A مش B، انا في عندي two classes A و B، فهو فعليا ايش بروح بعمل؟ بعمل prediction انه كلاس A وانه probability مثلا 0.7 تلقائي، انه الكلاس B لو كان في عندي two classes فقط انه probability انه تكون 0.3. لو كان في عندي ثلاثة كلاسز البروبابيليتي هذه بتتقسم بيناتهم، وهو عارفا بيختار الليبل حسب اللي لقي له بروبابيليتي اعلى. شغلات في البيسكس يعني في الاستاتستيك انه بتفيد بالضبط. نعم. تمام. طيب ننتقل لموضوع مواضيع كثرت. طيب تحلوا الاكسرسايز تبع الكروس فاليديشن. خلينا نحل الاكسرسايز تبع الكروس فاليديشن وبعديها ننتقل لبريك، وبعديها بنروح على البوستينج والديتا ليكج، ان شاء الله نقدر انه احنا نخلصهم. بس حاولوا تشحلوا في الكروس فاليديشن في الاكسرسايز انه تحلوا. الان خلينا ندخل في موضوع البوستينج. لا لا بدنا نستنى شوية لأنه مش جاهز. طيب خليك معي لو سمحت يا أستاذ، يا أستاذ لو سمحت. الآن بدنا نشوف كيف إحنا ممكن نعمل optimize للموديل باستخدام الـ gradient boosting. مفهوم الـ gradient إنه gradient في حد ذاته إنه أنا بدي أدور على الـ الانحدار، اتجاه الانحدار وين؟ بدي أدور على اتجاه الانحدار. يعني
يعني على سبيل المثال تخيل معي هاي. نعم. تخيل معي هاي انه انا على سبيل المثال انه انا هي عباره عن سيرش بروبلم، هي عباره عن سيرش بروبلم انه انت بتدور على الباراميترز اللي بتوديك لاقل ايرور. فتخيل انه انت موجود في هذا المكان، وين ما هو محطوط الماوس، وين اتجاه الانحدار؟ انا اروح هيك يمين ولا شمال ولا امام ولا تحت ولا للخلف، وين اتجاه الانحدار؟ هجيت هذه الميثود اللي بتدور في اتجاه الانحدار بنسميها الجريدينت ميثودز، جريدينت ميثود انه انت بتدور على اتجاه الانحدار. ليش اتجاه الانحدار؟ لانه المنطقه اللي بيكون فيها اقل ايرور، المنطقه اللي بيكون فيها اقل ايرور. تمام. فالان الجريدينت فيها كتير من الميثود، منها اللي احنا هنحكي عنه اليوم اللي هو الاكستريم اكس جي بوست، اللي هو الاكستريم جريدينت بوستينج. تمام. اكستريم جريدينت بوستينج. في منها الستيبست ديسنت. الستيبست ديسنت ممكن اورجي لك اياها هنا في هاي، لأنه هذه برضو حتودينا لمدخل للديب ليرنينج. يعني إنه زي الفكرة إنه أنا عندي هنا هذه مناطق الكونتور لاينز، هذه إنه هذه بتكون فيها الإيرور عالي، تمام، الكونتور اللي بعده بيكون الإيرور أقل وهكذا. فبالتالي إنه إحنا بدنا نوجه اتجاه السيرش تبعنا بحيث إنه إحنا نصل للمنطقة اللي فيها أقل إيرور. فممكن إنه يكون اتجاه السيرش هيك ستريت، تمام، بس بيكلفني كتير، فبالتالي انه ممكن يكون في انا عندي هنا استيميت لاتجاه السيرش، فبالتالي انه هو فعليا بيمشي باتجاه زجزاج، انه مره بيمشي بالاتجاه هذا، لا ببحث في اكثر من دايركشن بلاقي انه هذا الاتجاه اقل، بعديها بيجي هيك، بعديها بيجي هيك، بعديها بيجي هيك، بعديها بيجي هيك، لغايه لما يصل لاقل منطقه ايرور. فهذا هو فعليا اللي هو الاستوكاستيك gradient descent او اختصارا الاس جي دي، تستخدم في البوستنج انه انا اعمل انه انا اوجد البيست موديل اللي بيجيب لي اقل ايرور، فهي عباره عن سيرش بروبلم. في انا عندي طريقه الادا بوستنج. الادا بوستنج هو فعليا هذه أدا، إنه فعلياً ببني أكثر من موديل، تمام؟ بس كل موديل إنه هو ببني بروح بختار أنواع، يعني بوينتس معينة من البيانات، بوينتس معينة من البيانات، لأنه يعني الموديل الأول هذا دي واحد فعلياً إنه بختار مجموعة من البيانات من الترين نفسه، الترين نفسه بروح بقسمه برضه. هلقيت هذا التيست بلمسوش خالص، بعد ما يخلص كل يوجد الموديل النهائي ساعتها بعمل تيست على التيست بارت. هلقيت هنا في البدايه ايش بروح بعمل؟ انه بقسم الترين لاكثر من سبست. بالضبط، هلقيت السبست الموديل الاول اختار تريننج، تمام، وعمل جزء تيست على جزء من التريننج. هلقيت التيست اللي هو عمله على جزء من التريننج في اكزامبلز صنفها صح وفي اكزامبلز غلط فيها. هاجيت الغلط فيها بروح بدربها على الموديل الثاني بس بديها ويت اكثر. بدي اشبه لك الموضوع انه انا بدرسك الرياضيات، تمام، انا اديتك 10 مسائل، سبع مسائل انت بالنسبه لك كانوا سهلين وسبع مسائل كانوا صعبين، وعشان انا افهمك الثلاث مسائل هدول الصعبين بتطلب مني مجهود كبير،
ان انا اعطي لك وقت اكتر للثلاث مسائل الصعبين هذا، وكأنه انت بتعطي ويت اكتر للثلاث مسائل هذول. فبالتالي الموديل الجاي، المره الدرس الجاي اللي انا حدرسك اياه او حدرسك اياه، انه ايش حسوي؟ تمام، حركز على الثلاثه هذول. ليش؟ عشان انه انت دائما بتغلط فيهم. تمام، هذه العمليه اتيريتيف بشكل تكراري، هاي الموديل الاول الثاني الثالث، فكل مره بيعطي ويت اكتر للاكزامبلز اللي بيغلط فيها. تمام، بعد ما اصل لمنطقه معينه بعمل ستوب وبعمل افريجينج. نعم، هو الأول دي كمان أخذ صف الصح؟ نعم. أيوة سامعك. طيب الثانية دي ركز على غلط فيهم دي 1 الموديل يعني الأول، مع الداتا اللي أخذها معها مظبوط؟ في دي 3 هو في راندومايزيشن في الموضوع هنا، بس إنه أنا بختار سبسيت، بس الفكرة في الموضوع إنه أنا بكون معلم أو بكون في عندي معرفة إنه بالضبط بديها ويت أكثر. يعني الغلط فيهم دي 2 هاي المرة مع دي 3 او مع موديل 3 قصدي على الدرجة الثالثة راندوم اللي ماخذها بالضبط برضه حياخذها انه غلط فيها في دي 2 حيبدا انه غلط فيها في واحد، يعني حيصير اقرب واحد لإله صح؟ بالضبط الاسهم من البنين هذا بالضبط بالضبط بالضبط. هكذا هو كيف انه بيعمل ديسيجن، كل مرة بضيف موديل برضه بدخله في عملية اتخاذ القرار أو تحديد الليبل. يعني على سبيل المثال في عندي 2 موديل بعملهم كومباينيشن وبطلع الواي. يعني على سبيل المثال إنه أنا لو بدي أتنبأ بسعر البيت حدا طلع لي 10,000 وهذا 10,300، بروح باخذ الأفريج بيناتهم بهذا الشكل. لو كان أنا عندي نومينال إنه مثلا بطلع لي كلاس A وكلاس B، تمام، ساعتها بدي أعمل فوتينج بطريقة معينة، لازم يكونوا على الأقل يكون 3. نعم، انه بدي اخذ الاغلبيه بالضبط. لو كان 3 موديلز 2 قالوا A و1 قال B، باخذ الاغلبيه بهذا الشكل. فهو هي كانت لو نومينال بدي اخذ بالي من هذه الشغله، انه انا بدي انه يكون الموديلز فرديه. نعم، فهذا مفهوم البوستينج. مفهوم البوستينج انه زي كانه بعطي تسريع او دفعه اكثر، بمعنى اخر بركز على الداتا او المودلز انه انا تدخل لعنا عندي في الموضوع. فبالتالي هنا اول ستيب هذه تدخل تحت بند الانسمبل. ليش ما بند الانسمبل؟ لانه انا بكون فعليا عندي اكثر من موديل، وفي الديسيجن بروح بعملهم كومباينيشن، فهذا اتفقنا نحن بنسميها انسمبل. بروح بعمل جينيريشن بريدكشن للاوبزرفيشن داتا، تمام، طبعا بروح بعمل بريدكشن من كل المودلز الموجوده عن طريق الانسمبل ميثود. هجيت هدول البريدكشنز بستخدمهم عشان احسب اللوس اللي هو المين سكويرد ايرور على سبيل المثال، تمام، وبعدين اللوس هذه النتيجه تبعتها بروح بدخله للموديل الجديد عشان ياخده بعين الاعتبار. فبالتالي في البداية هذه العملية اتيريتيف، انه ببني اول موديل بعمل بريدكشن، بعدها بحسب اللوس، بعدها بدخل اللوس هذا الشغلات اللي غلط فيها على الموديل الجديد، تمام، بضيف الموديل الجديد هذا في الانسمبل. هلقيت انضاف انا عندي بدل ما كانوا 4 موديلز صاروا 5 موديلز، بروح بعمل بريدكشنز بالخمسة موديلز وبعيد الكرة من أول وجديد. فهذه iterative process لغاية لما أحقق أحد شروط الستوب. إيش هي شروط الستوب؟ هاجت هنشوفها. يعني على سبيل المثال في iterations معينة بطل يصير في عندك تحسين في الايرور. لو عدت عليك 5 iterations ما صارش فيه تغيير في الايرور، خلاص ستوب. مش هذه البروسيس تبعت البوستنج اتريتيف؟ عملت الاتريشن الاولى، تمام، حصلت تحسين في الاكيوريسي او قل الايرور، انا عندي الاتريشن اللي وراها برضو قل الايرور، الاتريشن اللي وراها قل الايرور، بضلني بستمر طالما الايرور بنزل. لنفترض انه مثلا في الاتريشن الخمسين الايرور كان شغلة معينة، الإتريشن اللي بعدها ما تغيرش،
واللي بعدها ما تغيرش لغاية خمسة iteration بعد الخمسين ما تغيرش ساعتها خلاص بعتبر انه بعد الخمسين ما فيش improvement وبعمل stop. طيب نشوف السيتاب كيف انه هاي الاكزامبل تبعي انه احنا كنا نقسم train وvalidation هاي التقسيمة هاي بنقرأ البيانات تمام وهي الترين تيست سبلت حددنا الاتريبيوت برجع بركز مره ثانيه انه هدول الاتريبيوت برجع بذكر مره ثانيه انه هدول الاتريبيوت كلهم نيوميريك فهدول الاكس تبعتي والواي هو عباره عن البرايس وقسمت البيانات على هذا الاساس الان بدنا نشوف كيف بدنا نعمل الاكس الاكستريم جريدينت بوستنج فهنا اسم الباكج اكس جي Boost import XG Boost regressor XGB regressor بعرف object منه تمام وببساطة بروح بعمل fit بعرف object منه وبعمل fit fit معناها انه training وهنا بحسب الايرور فبعمل predictions باستخدام هذا الموديل وحسبنا المين absolute error قديش طلع معايا 270 ألف نيجي للباراميتر تونينج ايش من الباراميتر تونينج اللي احنا ممكن نحن نشتغل عليها ان هي number of estimator يو عدد الاشجار في الراندوم فورست هاجيت احنا اتفقنا انه لو كانت تو لو ايش بيسبب لو كانت العدد عدد الش عدد اندر فيتنج عدد الاشجار في الراندوم فورست قليل بسبب اندر فيتنج لو كانت كتيرة بيكون سبيسيفيك كتير ساعتها بيصير اوفر فيتنج تمام طبعا الرينج التيبيكال فاليو يعني بين ال100 وال1000 بس ايش البيست فاليو بين ال100 وال1000 بدنا نعمل بوستنج نعمل بوستنج تمام فهنا بنعرف الماي موديل وبنقول له هنا الاكس جي ريجريسور وبنحكي له هنا النمبر اوف استيميتور 5000 500 نعمل فيت وهنا في عندي باراميتر اسمه ايرلي ستوبينج راوندز وهنا لو حطيناه احنا 5 ساعتها زي ما ذكرت لكم انه بعد 5 ايتريشنز ما تغيرش الايرور وقف خلاص انت ماشي في طريق مسدود فيش تحسين في هذا الاتجاه خلاص ستوب بالضبط فبالتالي هنا عرفت number of estimator هنا في الفيت ايش حكيت early stopping route 5 والevaluation set اللي هي الx valid والy valid برضو عشان يحسب لي الايرور تمام وهنا الverbos بتساوي false طبعا هذا الباراميتر عادة بيستخدم اذا انت بدي يطلع لي تفاصيل في مرحلة التريننج بحطه true بديش يطلع لي تفاصيل بحطه فولس تفاصيل زي ما انتم كنتوا عاملين في الهيلبر فانكشن حاطين البرنت هاي وكل مرحله قاعد بشوف بيطلع لي تفاصيل بهذا الشكل خلينا بس نخلص الموضوع خمس دقائق يعني في حدود خمس دقائق نعم طيب بدناش نشوف تفاصيل في عندي باراميتر اسمه learning rate نعم حقيت ال learning rate بدل ما احنا نجيب ال predictions بانه احنا نضيف ال predictions من كل component model ممكن انه احنا نعمل multiplication لل predictions تبعت الموديل هذه ب small fraction اللي هو ال learning rate بمعنى آخر أنا عندي number of estimator يعني على سبيل المثال كل tree بتم إضافتها للشجرة هل جيت ممكن أنه هي يعني تساعدنا بطريقة أنه أقل كيف يعني أنه تساعدنا بطريقة أقل أنه لو كانت أنه عدد الشجرات كبير بسبب overfitting فبالتالي بسبب early stopping فعشان هيك إيش بروح بسوي بروح بخلي الـ learning rate مقداره ضئيل جدا 0.1 في كل سايكل فبالتالي بروح بضرب الـ contribution تبع كل تري بهذا الرقم كل fraction وكأنه أنا بعطي لكل شجرة weight صغير
في اتخاذ القرار النهائي. هاي 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 الفكرة تبعته. تمام؟ فبالتالي هنا ضفنا الباراميتر هذا انه الماي موديل ريجريسور، حطينا النمبر اوف استيميتور هنا حيجرب على 1000 لانه احنا بدنا نوصل لل 1000، فبدنا نحط بدل ما احنا نصل للايرلي ستوبينج مبكرا، لا بدنا نخليه يجرب. تمام، عشان هيك بنحط الليرنينج ريت 0.05. نعم، حقيت برضه في باراميتر كمان مهم اللي هو النمبر اوف جوبس، لانه هاي بتشتغل انه كذا بروسيس ان باراليل، يعني انه هو ممكن يشتغل هاي الشغله بتطول. واذا انا بدي استغل الكورز اللي موجوده انا عندي على الكاجل او على الجهاز، فبحط اللي هي النمبر اوف جوبس هنا، بحطها بحددها مثلا 4 بالضبط، اللي هي على حسب عدد السي بي يوز اللي انا عندي. وهذا بالمناسبه بدي احكي لكم انه في الكروس فاليديشن نعم في باراميتر برضه له علاقه بالنمبر اوف جوبس، بدي اشوف انا الدوكيومنتيشن هاي. يبقى هاي اللي هو كروس فال سكور اللي احنا استخدمناه قبل شويه. تمام، بدي له الاستيميتور والاكس والواي والسكورينج ميثود والسي في، احنا اعطيناه 3 او 5 في المثال اللي قبله. تمام، في انا عندي هنا نمبر اوف جوبز، فبالتالي هنا على حسب عدد السي بي يوز تبعتي ممكن اعمل سبيد اب، اسرع الموضوع يعني اختصر الوقت. لو كان 4 عندي بس بختصر الوقت للربع، وهذا الاشي انتم لمستوه انه فعليا كل لفه في عمليه الطباعه انه بيطول شويه بالضبط، فبالتالي هنا بسرع الموضوع اكثر، فبستخدم الباراليزيشن او المالتي كورز انا عندي في في في, في, في النظام. فهنا احنا وصلنا وين؟ تحت انه احنا حددنا هنا، ذكر مفهوم النمبر اوف جوبز، ذكرت لكم اياه برضه انه هو موجود هنا في البوستنج. هيو حددوا انه نمبر اوف جوبز 4، ليش؟ لانه انا عندي 4 معالجات في الكاجل. وهنا بعمل فيت انه هاي ضيف الباراميترز هذه، وانه هاي الاكسرسايز عشان نشوف نختبر البوستنج. خلينا ناخذ بريك، وبعد البريك بدنا ندخل في موضوع الداتا ليكج. هذا اخر موضوع. نعم، طيب لو سمحت بدي اياك تفتح اذنيك وعينيك وعقلك وقلبك وتركز معايا في هذا الموضوع لانه بده شويه تركيز. نعم، على الاخر. تفضل. إذا ممكن برضو إذا بدك ترد ستارة إذا عاكسة على اللوح. طيب الداتا ليكج أو الليكج اختصارا بيحدث لما يكون في عندي في التريننج داتا معلومات عن التارجت بشكل ما، زي ما انا ذكرت لكم بشكل مباشر بشكل صريح احنا حكيناه المره الماضيه انه انت تنسى تعمل دروب للبرايس قبل ما انت تحط الفاريبل اكس تبعك الاكس الكبير اللي هو الفيتشرز، فبالتالي وكانه انت بتقول له انه اعمل لي بريدكشن للاوتبوت وهو اصلا موجود في الانبوت، فبالتالي انه بالضبط كانك قايل له
صحيح بالضبط. فهنا ممكن أن تصير أنا عندي في البيانات إنه شغلات زي هيك بدون بطريقة غير مباشرة، تمام؟ وفي أنا عندي نوعين منها. النوع الأول اسمه target leakage، بيصير في عندي معلومات عن التارجت في التريننج داتا، وفي عندي train test contamination. الترين تيست كونتيمينيشن، مصطلح الكونتيمينيشن يعني انه بيصير في عندي زي تلوث، او بمعنى اخر انه الترين والتيست يعني تتخلط بطريقه ما. في الباب كويس لو سكر انه في في اختلاط بين الترين والتيست، تمام. نيجي للنوع الاول. النوع الاول بيحدث لما البريدكتورز بتكون موجودة في التريننج داتا. يعني على سبيل المثال افترض انه انا في عندي بدي اعمل بريدكشن لهذا المرض، اللهم عافينا، تمام؟ انا بدي احكي هذا المرض، هيو الفيتشر اللي هو جوت بالضبط بنوميا، تمام. ايش في عندي معلومات؟ هنا 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 ترو فولس، انه فولس، لا ما عندوش انفكشن او اصابه بهذا المرض، هذا ما عندوش، هذا عنده. هاي معلومات عن العمر، الوزن، الجندر، وهنا في عندي معلومات عن تيك انتيبيوتيك ميديسن، انه هل هو اخذ مضاد حيوي ولا لا. فهل جيت هنا ايش بتلاحظ؟ في عنده infection false، مش ماخذ مضاد حيوي. فيش عنده infection false، مش ماخذ مضاد حيوي. عنده إصابة، ماخذ مضاد حيوي. لو احنا خلينا هذا التارجت وخلينا هذا في الفيتشرز، بيصير في عندي target leakage. target leakage بالضبط. يعني انت عندك في البيانات في معلومات انه هل هو اخذ مضاد حيوي او لا، وهل هو مصاب او لا. هجيت التارجت تبعي انه هل هو مصاب او لا، زي البرايس اللي كان موجود معه بالضبط. لكن هنا انا عندي اتريبيوت ثاني، ركز معايا، عندي اتريبيوت ثاني، انه انا عندي اتريبيوت انه ماخذ مضاد حيوي، واتريبيوت مصاب او لا. هجيت التارجت تبعي انه مصاب او لا، لو حطيته هو الواي وخليت هذا، انا عندي الاتريبيوت في الاكس في الفيتشرز، بيصير في عندي الداتا ليكج، لانه فعليا فيش حدا بياخذ مضاد حيوي الا بيكون في عنده اصابه. فبالتالي هنا بسبب ان عندي انه التارجت ليكج. هذه شغله. الشغله الثانيه انه المعلومات هذه بتكونش متوفره وقت ما انت بدك تيجي انه انت تاخذ، يعني انه انت تطبقه انت عندك في البريدكشن. يعني لما بدك تعمل بريدكشن في عندك معلومات مش موجوده. اجيت احنا بدنا نعمل بريدكشن بناء على ايش؟ بناء على اتريبيوت العمر، الوزن، الجندر، بالاضافه هي عندك نقط اتريبيوت ثانيه. فعندك معلومات شخص معين، هل عندك معلومات انه هو ماخذ مضاد حيوي او لا، او هو مصاب او لا؟ لا، احنا بدنا نعمل بريدكشن. واضحه هاي النقطه؟ لا واضحه. لا، انا بحكي انه هنا وقت البريدكشن يفترض انه انا في عندي معلومات انه بقدر انه انا استخدمها، ومعلومات مش مستخدمه. لما بدي اجي وقت اعمل وقت البريدكشن هنا، تمام، في بعض الاتريبيوتس انه انا اجاني شخص عشوائي بدي اتنبأ هل عنده هذا المرض او لا، هل عندي معلومات مسبقه انه هو ماخذ مضاد حيوي، هل عندي معلومات مسبقه انه هو مصاب او لا. فبالتالي لا، ما اقدرش انه انا اعمل بريدكشن بسبب انه عدم توفر هذه البيانات في اطار زمني معين. معنى ذلك انه البيانات هذه، بمعنى اخر، بعباره اخرى، انه البيانات هذه تم تجميعها بعد ما صار في تشخيص للاشخاص. لكن قبل، هل انت بتقدر تستخدم هاي البيانات انه يكون انه تعمل بريدكشن قبل؟ لا،
طيب هذا النوع الأول. أما النوع الثاني Train Test Contamination، في هذه الحالة إنه إحنا لما نعمل Split زي ما إحنا تعودنا 80% أو 90% بيكون في عندي اختلاط في البيانات بين الترين والتست بطريقة ما. طبعا مثال على هاي الشغلة إنه عندي عدد الروز في الداتا ست تبعتي 1319، وهي الداتا ست هاي أول خمسة بالضبط، هاي كل المعلومات. هذه الداتا ست سمول، لو احنا استخدمنا الكروس فاليديشن عشان احنا نتأكد انه الموديل انه الكواليتي تبعته تمام، ايش راح تسويت؟ عملت بايبلاين تمام، وعملت انه راندوم فورست نمبر اوف استيميتور بالاضافة، بس في ستيب واحدة تمام، وعملت سي في سكورز وحسبت السكور بهذا الشكل، وهنا حسبت المين ابسوليوت ايرور. قديش النسبة انا عندي؟ 97%. معنى ذلك انه هاي النسبة، معنى ذلك انه 97% من المرات بيكون البريدكشن صحيح. طبعا هنا بالمناسبة يعني انه هذا الكلام انه بنقدر انه احنا نعتبره ل هذول النيوميريك اتريبيوت، اما بالنسبه للنومينال اتريبيوت بيكون انا بحسب نسبه مئويه accuracy، نسبه مئويه. كيف يعني؟ انه انا عندي هنا الواي وعندي هنا البريدكت، فبالتالي هنا انا هو اصلا A تنبأ او B، فبالتالي انه هذا عبارة عن ايرور زي هيك، فبالتالي بحط 0. وهنا كان C وهو C، وهنا كان D وطلع D، فبالتالي هاي 1 وهاي 1. فالنسبة هنا مجرد انه انا بحسب قديش عدد ال طيب حكينا انه احنا بنحط علامات هنا انه هذه يعملها بريدكشن غلط، هذا يعملها بريدكشن صح، هذا يعملها بريدكشن صح، فبالتالي هنا بروح باخذ هذا الكلام كمتوسط انه جاب 3 جاب 2 عفوا من 1 صح، فبالتالي انا عندي نسبة الدقة 66% بهذا الشكل. فعشان هيك لما تيجي تطلع هنا لما تلاقي accuracy وتلاقيها نسبة مئوية تكون انه واضحة الامور بالنسبة لك. طيب هجيت نرجع نطلع على الداتا ست. ايش الداتا ست هاي؟ انه هي عبارة عن credit card applications. ايش يعني كريدت كارد ابلكيشنز؟ انه انا بتقدم للبنك انه انا احصل على بطاقة ائتمان، وطبعا الحصول على بطاقة الائتمان يعني معنى ذلك انه انت بتقدر تسحب على المكشوف، هاي معنات بطاقة الائتمان من الاخر تمام؟ يعني انه انت بتقدر تنزل بالماينس، يعني انت بدك نفسك تشتري حاجات البنك بيقول لك ولا يهمك هاي بطاقة الائتمان وانزل بالماينس، لما تجيك الفلوس بنغطيها مش مشكلة، المهم انه انت تشتري وتلبي رغباتك تمام. لو ما جاتش الفلوس لا، هو حيلبي رغباته ويحبسك. فهجيت انا بدور على الاشخاص، بعطي بطاقة ائتمانية للاشخاص للي في الغالب انه هم لما ينزلوا بالماينس انه في فلوس بتيجي بتتغطى بالتزم، مش انه لا انه البنك مش فاتح يعني انه فتحها هيك انه خلاص كل واحد وما يسددش، كل واحد يجي ينزل تحت بالماينس بالمكشوف وما يسددش، لا البنك بدور على فلوسه في النهاية، بدور على مصلحته تمام.
فهي معنات الابلكيشن، انه انا بروح بقدم طلب للبنك، بروح بفحصه ايش انا بشتغل، قديش راتبي، تمام، ايش هل انا عندي سكن تمليك ولا ايجار ولا ايش النفقات تبعتي. فانا عندي هنا ريبورتس، انه في ريبورتينج، انه قبل هيك انه هو ما سددش، فهنا 000 لو كان واحد بيعملوا انه عملوا ريبورت مره واحده انه انا ضليتني بالماينس مثلا فتره معينه وما سددتش. الايج، العمر، الانكم، قديش الدخل، الشير، طبعا انه قديش انه البطاقه هذه فيها شير، لو اكثر من شخص بيستخدم هاي البطاقه، الاكسبندتشر اللي هي النفقات، انه هو مالك ولا لا، سيلف امبلويد، هل هو موظف ولا يعني موظف نفس يعني مستقل، انه بيشتغل لوحده، اعمال حره، قديش عدد الاشخاص اللي بيعولهم، قديش عدد الاشهر، تمام، وهنا كم بطاقه عنده وقديش انه هي اكتف. هاي عباره عن سمول داتا سيت، تمام، وجينا احنا قسمناها زي هيك وطلعت معايا انه الدقه 97%. طيب لو اجينا فحصنا الاتريبيوتس هذه، الشرح تبعها انه كارد واحد، اذا الكارد اكسبتد او لا، هذا الاتريبيوت كارد، لا هذه الريبورت الكارد، يبقى هذا بيكون التارجت اعتقد، تمام، يبقى واحد انه اذا كارد اكسبتد و0 نوت ريبورتس اللي هو نمبر اوف ميجور ديرو جيتوري ريبورتس اللي هو عدد المرات اللي ما سددش فيها، الايج، الانكم، الشير اللي هو الريشيو مانثلي كريدت اند اكسبندتشر، يعني قديش مقدار النفقات مع الانكم كل سنه بالضبط، قديش هذه النفقات، هذه واحد اذا كان هو نفسه مالك البطاقه، تمام، وزيرو اذا كان هذه البطاقه لحدا ثاني، سيلف امبلويد انه زيرو واحد، الديبندنس على الاشخاص اللي بيعولهم، المانث اللي هو المانث ليفينج ات كرنت ادريس، هذا مؤشر كتير مهم، لو واحد بتنقل كتير شو معناته هذا الكلام؟ مش حكايه انه هاكر، يعني انه هو كان موجود في مكان ما سددش الايجار، اضطر انه هو يطلع، ما عندوش استقرار بالضبط، او بمعنى اخر مش لاقي وظيفه، كل مره بي 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 بروح بيستاجر، يعني بضلوا في الوظيفه هذه شهرين، بروح بيستاجر في هذا المكان، ما زبطتش معه الامور، بحاول انه هو ينتقل لمكان ثاني، يستاجر في مكان ثاني اقرب لمكان الشغل وهكذا، تمام. وهنا الميجور كاردز، عدد الكاردز اللي هو موجوده معاه، وهنا عدد الاكتيف كاردز، يعني انا ممكن تكون عندي ثلاث بطاقات بستخدم منهم بطاقتين. طيب بعض الفاريبلز ظاهره انه هي suspicious، مثيره للشك، ايش هي؟ الاكسبندتشرز، النفقات. لو احنا عملنا حسبه معينه، كتبنا كود معين وشفنا انه قديش عدد الاشخاص اللي ما عندهم مش نو اكسبندتشرز، لقيناهم من 2%، 2%، معنى ذلك انه اي شخص عنده بطاقه اكيد في عنده نفقات، ما عندوش بطاقه ما عندوش نفقات، فبالتالي هل الاتريبيوت هذا بقدر ان انا استخدمه في البريدكشن؟ واحد بيجي بتقدم، يعني على سبيل المثال هذا الاتريبيوت الايج، ممكن الادرس اللي هو المانث للكرنت ادرس، النمبر اوف ديبندنس، ممكن، لكن هنا اكسبندتشرز، معنى ذلك انه اذا كان معاه بطاقه بيكون في معاه نفقات، لا هذه البطاقه بالكريدت كارد، هاي كريدت كارد اكسبندتشرز، نفقات من البطاقه اللي معاه، لازم البطاقه لازم ينفع بالضبط، معنى ذلك انه البنك اجى حكى لك خد هاي البيانات، تمام، للناس اللي للعملاء اللي موجودين عندي، تمام، وهي انه اذا كان الطلب تبعهم انقبل او لا، وهي النفقات، هاي الاتريبيوتس، انت بالتفحص بتلاقي انه انت في عندك مشكله في هذا الاتريبيوت، ليش؟ لانه في له علاقه انه بوجود البطاقه عنده او لا، فبالتالي هنا في عندي
تسرب، في عندي ليكج. تمام. الشغلة الثانية، الفاريبل هذا الاكتيف كارد والميجور كارز برضه في له علاقة بالتارجت تبعي، وهذه الشغلة برضه لها علاقة بالشير، لأنه الشير يعني الشير هو عبارة عن نسبة الانكم السنوي بالنسبة للنفقات من البطاقة. تمام. يعني هذا الاتريبيوت له علاقة بالشير، الاكسبندنشر علاقة له علاقة بالشير، كذلك الاتريبيوت هذا الاكتيف كارد والميجور كاردز لهم علاقة مع بعض. تمام. هاجيت لو شلنا هدول الثلاثة او الاربع اتريبيوتس اللي هما الاكسبندنشرز والشير والاكتيف والميجور كاردز، عملنا لهم دروب وجينا طبقنا كروس فاليديشن، قديش صارت النسبة؟ 3.8. هذه المعقولة، بالضبط إلهم علاقة إنه أقبل البطاقة تبعته ولا لا، وهي فعليا مش موجودة أنا عندي لشخص جديد قاعد بتقدم إنه يحصل على بطاقة ائتمانية في البنك. بالضبط، ما عندوش بطاقة، فبالتالي ما عندوش نفقات، ما عندوش شير، ما عندوش المعلومات عن الاكتيف والميجور كاردز. تمام. فهذه النسبة هي اللي معقولة، صحيح إنه هي أقل، وهذا الاشي يعني انه محبط شوية، ولكن انه هاي النسبة كتير انه هي ممتازة. وهذا بده يخليني اعرج على نقطة مهمة جدا، انه انت قديش تعتبر انه الموديل تبعك جود، قديش انه انت تعتبر ان الموديل تبعك جيد. يعني على سبيل المثال انت جبت عملت موديل في البنك انه الناس انت بتعرف انه بتقدم للبنك عشان تحصل على تمويل، تاخذ قرض او لا. يعني لو عملت موديل بناء على البروفايل تبع الكاستمر انه اقرر انه انا اعطي له قرض او لا، بناء على انه بقول له يس اذا كان انه انا المؤشرات بتدل انه هو حيرجع الفلوس، حيقدر يسدد، لانه البنك هيك بيشتغل انه انا بدي لك فلوس عشان ترجع لي اياها، ترجع لي اياها اكثر حرمانيه يعني. تمام. فبالتالي لو كان انا عملت موديل والموديل هذا النسبه تبعته 65%، كيف تحكموا على هذا الموديل؟ كويس ولا مش كويس؟ 65. طب لو اديتك معلومه ثانيه انه الاوفيسر الموجود في البنك، الموظف اللي بيجي بفحص الطلبات وبقول هذا اعطوه وهذا ما تعطيوش، بغلط 50%، يبقى الموديل تبعك ممتاز ولا مش ممتاز؟ ممتاز حسب الابليكيشن. بالضبط. فبتيجي بتطلع هنا 83 هذه كويسة ولا مش كويسة؟ حسب الابليكيشن. انت قديش انت عندك في الوضع الاعتيادي، قديش انه انت عندك الهيومن ايرور، والموديل تبعك قديش انه هو بيعمل ايرور، فبالتالي بتقدر تقول انه هو احسن او لا. لو الطبيب بشخص مرض معين بنسبة 90% وانت عملت موديل 91%، تيجي تقول لا هذا مجال طبي، نسبة ايرور 9% لا بقدرش اغامر فيها. طب ما الطبيب اصلا بيغلط 10%. فبالتالي هنا حسب الابليكيشن. كمان اذا اذا كانت المودلز اللي شبيهه انه ايش يعني مثلا لو تشخيص المرض، يعني على سبيل المثال افضل نتيجه في السنتمنت اناليسيس مثلا 75 وانا جبت مثلا 78. لا 78 كويسه كويسه، لكن لو كان في نتيجه هذا اللي انت بتحكي عنه انه انا بدور على الستيت اوف ذا ارت، احدث ما توصل، يبقى احدث ما توصل اخر ما توصل اليه العلم من موديل في السنتمنت اناليسيس 75% وانا جبت 78%، لا وضعي فوق الريح انا ممتاز. انت بتصير الستيت اوف ذا ارت. تمام. يبقى هذا الدرس له فعليا علاقة بالمسمى Data Scientist،
انت بدك تشتغلي على البيانات، مش مجرد انه احنا زي ما بنسوي، خليني معلش استخدم هذا المصطلح، اخذ كود من هنا ظبط اعمل تشيك ظبطت الامور. لا، هذه ارت اكثر ما انه هي ساينس، وانه هي انه شغلات تكنيكال. تمام، فبدي اياكم انه تحلوا هذا الاكسرسايز. نعم، تبع الليكج هذا الاكسرسايز، لانه بعد هيك احنا بنكون فعليا خلصنا كل حاجة في الانترميديت، وبدنا او خليه واجب، وانه نروح هنا باتجاه الباندا. نبدأ في الباندا. في الباندا هذا بالمناسبة كله اكسرسايزز، يعني انه كله كودينج اكسرسايزز. انا ايش حسوي؟ حدي لكم الشيت زي هيك، تمام، وانه تتطلعوا عليه. مثلا انه انا بدي اجيب صف معين، بدي اجيب عمود معين، كيف بدي اسوي؟ والاكسرسايز برضه بورجي لك هذه الشغله. فبدناش نقضي وقت انه احنا نحل كل الاكسرسايزز، فحنحل مثلا نختار واحد، نختار الثاني مثلا. الريد والرايت هذه مش اشكاليه كثير، فخلينا نختار مثلا الثاني انه احنا نحله. فخلينا والباقي انتم حتحلوه. بعديها رح ننتقل ل ديب ليرنينج. نعم، هنبدا من بكره ان شاء الله في الديب ليرنينج. خلينا بس يجي يرجع الباشمهندس، خلينا نشوف الموضوع. بس خلينا الان نحل هذا الاكسرسايز، ونحل اكسرسايز من الباندا. فالان معك وقت، ما تطلعش الا تكون حالل التو اكسرسايزز، اللي هو هذا تبع الداتا ليكج اخر واحد، واكسرسايز 2 في الباندا. تمام؟ لا، اكسرسايز 2 في الباندا الان، والبقيه في البيت. يا راجل انت طول الوقت قاعد بتستخدم الباندا وبتقول مش عارف بي دي. تمام؟ اكسل كودينج كيف انه انت تعمل اكسس للبيانات؟ يعني الباندا بشكل اساسي انه انت بتحمل، انت عندك تتعامل مع البيانات كديتا فريمز. تمام، هاي انت عندك عمود للاندكس 1 2 3. تمام، وعندك الاتريبيوتس اللي هي اي بي سي. لاحظ كيف شكلها ديكشنري، عشان هيك انا بقول لك الديكشنري كثير مهم. بي دي داتا فريم، انت عندك الاي، العمود اي هاي الفاليوز تبعته، العمود بي هاي الفاليوز تبعته، والاندكس 1 2 3 بيصير شكلها زي هيك. تمام، سهل جدا. بيجي بقول لك هذه هنا انه انت في عندك مالتيبل اندكس، يعني انه اوكي، يعني هذه الشغله متقدمه شوي. بيجي بحكي لك انه انت مثلا بدك تحدد عمود معين ليش دان بالضبط، او بدك تحدد صف معين، او حتى بدك تعمل سكتر. هنا بتعمل بلوت دي اف بلوت سكتر، بتقول له انه الاكس اكسس كذا والواي اكسس كذا، وهذا هيستوغرام لإله. تمام، فالاكسرسايز حيكون سهل، انا متاكد حيكون سهل بالنسبه لإلك. تمام، خلينا نحل تول اكسرسايزز هدول، انه عشان انه اخر شيء بالنسبه لإلنا اليوم. نعم، لا ابدي في الداتا ليكج، بدها شويه تركيز.